أعزائي طلبة المرحلة الرابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة في الواقع هي قصيرة جدا، الغرض منها هو إعطاء هومورك للمحاضرة السابقة. مثل ما تتذكرون في المحاضرة السابقة أخذنا هذه النظرية. هذه النظرية شو تقول؟ وشنو برهنا بها؟ برهنا بها أنه المتتابعة الموجودة بالفضاء الإقليدي RN، عندي متتابعة موجودة بالفضاء، هذه المتتابعة موجودة بالفضاء الإقليدي RN تكون متقاربة إلى الليمت مالتها هذا، إذا وفقط إذا أنه كل متتابعة على الدايركشنز تكون متقاربة، يعني كل المتتابعات الموجودة على الدايركشنز كل واحدة تكون متقاربة على حدة بحد ذاتها. الآن هذه النظرية أخذناها، خلينا نشوف عندنا أكو ملاحظة بعد هذه النظرية. هذه الملاحظة the same statement is true the same statement is true if instead of Euclidean metric D2 we consider convergence in Rn with respect to taxicab metric or infinity metric. يعني نفس المبرهنة أو النظرية اللي أخذناها راح تكون صحيحة أو حقيقية إذا استبدلنا الدالة المترية دي 2 بالتاكسي كاب متريك بهذه الدالة المترية أو بهذه الدالة المترية. الآن we show that the following three statements are equivalent. الآن راح نثبت أنه الآن راح نثبت أنه العبارات الثلاثة الآتية هي متكافئة. خلينا نشوف شنو هذه العبارات الثلاثة. العبارات الثلاثة هي كالتالي. العبارة الأولى A sequence in Rn converges to a vector تقترب إلى الليمت مالتها واعتياد قلنا vector in the matrix D1 باستخدام المتريك D1 ونعرف التعريف مالته. العبارة بيش تقول؟ تقول the sequence هي نفس السيكونس هذه converges to a vector in Rn in the matrix D2 نفس السيكونس أيضا راح تكون متقاربة إلى نفس الليمت زين باستخدام منه المتريك دي 2. العبارة سي شو تقول؟ تقول أيضا نفس السيكونس راح تكون متقاربة بالفضاء الإقليدي Rn a sequence x in Rn converges to a vector x in Rn in the matrix D infinity. نفس السيكونس أيضا راح تكون متقاربة في الـ Rn إذا إلى نفس الليمت باستخدام المتريك D infinity. هذه العبارات متكافئة شنو معناها؟ معناه أنه واحد تؤدي إلى اثنين إذا وفقط إذا العفو أيوة بي بي وسي أيضا بيناتهم علاقة إذا وفقط إذا و أي وسي أيضا بيناتهم علاقة إذا وفقط إذا يعني من أي أقدر أثبت بي وبالعكس من بي أقدر أثبت سي وبالعكس ومن أي أقدر أثبت سي وبالعكس. الآن الآن because of the equivalence of A, B and C we say that the matrices D1, D2 and D infinity in Rn are equivalent in the sense بالمعنى that they have the same class of convergence sequence بالمعنى أنه كل هذه الفضاء هذا الفضاء أنه كل هذه الماتريكسز لها نفس صفوف التقارب للمتتابعات. الآن خلينا نرجع نشوف الواجب مالتنا شنو هو. هذا الواجب مالتنا، الواجب مالتنا راح نقسمه بالشكل التالي. عندنا خلينا نقول ثلاث شعب، شعبة ألف وشعبة باء وشعبة جيم، راح نقول المساعي هم نسميهم شعبة جيم. فهذا واجب لشعبة ألف إنه يثبتون A وB إذا وفقط إذا، شعبة باء يثبتون B إلى C إذا وفقط إذا، والمسائي شعبة الجيم اللي هي المسائي راح تثبت ان اي الى سي اذا وفقط اذا. يعني شنو المطلوب من عندك؟ خلي اجهز مثلا شعبة الف شنو عندك؟ تاخذ سيكونس موجودة بالار ان وتقترب المن الى ليمت موجود وين؟ ايضا بالار ان باستخدام المتريك دي واحد،
واثبتها انه هي فعلا راح تكون متقاربة الى نفس الليمت باستخدام المتريك دي 2، وترجع بالعكس شو تسوي؟ تاخذها انه هي متقاربة بالمتريك دي 2 وتثبتها بمن بوجود المتريك دي 1. هذا بالنسبة الى الف، نفس الكلام بالنسبة الى باء، وبنفس الكلام بالنسبة الى شعبة جيم. أتمنى توصلني إجاباتكم بأسرع وقت إن شاء الله، وشكرا لإصغائكم.